اللي بيزعلني ويبكيني، ان انا احس ان انا ممكن في يوم من الايام افقد حد قريب مني. ده بفكر فيه كتير، ما اعرفش ليه بيجي في بالي عموما قصة الموت. عموما ده حاجة بتضايقني جدا، ما اعرفش ليه بتيجي في بالي دايما، بس بيجي كتخيلات ان انا ممكن لو حد قريب مني انا افتقدته ممكن اعمل ايه. طب ازاي؟ طب انا الحمد لله ما جربتش ده، ويعني ربنا ما يكتبهاش، بس دايما بفكر في ده. فاول ما بيحصل ده او اول ما بفكر فيه على طول بدمع، مش عارف ليه، ما اعرفش ليه ده بيجي. يعني انا ما اعرفش ليه بفكر فيه بالشكل ده، يعني ممكن الناس عايشه عادي يعني كل حاجه بتبقى بايد ربنا يعني، بس انا الموضوع ده لما بيجي في بالي ما اعرفش، دايما اول حاجه بتحصل ان انا بدمع، ما بحبش افكر فيه خالص بصراحه. بصي، هو ما اعتقدش ان انا بخاف من حاجه، يعني انا ما فيش حاجه ملموسه بخاف منها، بس ممكن هو القلق ده بيسبب خوف، وهو دايما انك ما تحققيش الحلم اللي انت عايزاه في الوقت اللي انت نفسك فيه. اه كل حاجه في وقتها حلو، بس انت ساعات بتحسي ان يلا بقى هو ده دلوقتي، يعني انا عايز دلوقتي اعمل كذا، حاسه ان ما ينفعش بعدين، حاسه ان ما ينفعش كان قبل، فتحسي دايما ان انت خايفه ان انت ما تحققيش ده، فتلاقي نفسك بتسحي ان دايما تحققي ده باسرع وقت ممكن. فالخوف والقلق ده هو ده اللي بيسيطر عليا، ويمكن ده اللي مسيطر عليا في الوقت اللي انا فيه. يعني ما اعتقدش ان في حد ما بيخافش من الموت، بس دايما فكرة الموت نفسها لما بتيجي في دماغي ما بفهمهاش. يعني كلنا عارفين يعني ايه ان احنا كلنا هنموت والكلام ده، بس لما بتيجي في دماغي ما بفهم يعني ايه هموت، طب هروح فين، طب الناس هتعمل ايه، طب الافكار الغريبة اللي ما بقاش حد ليها اجابة دي، ما الموضوع ده لما بيجي في دماغي على طول بهرب منه، بفكر في حاجة تانية عشان انا مش فاهمه، والتفكير فيه كتير ما بيبقاش حلو يعني، فبسيبها لله بقى وبرجع تاني اتعامل عادي في الحياة عادي، وكل حاجة بيد ربنا يعني.